أستاذ الفاضل. أستاذ أحمد، أنا عندي بنت وحيدة وهي دلوقتي تبلغ من العمر 45 سنة وغير أي متزوجة. 45 لم سنة وغير يسمح لنا متزوجة؟ يعني نعم، هي تمام. أنسة يعني أنسة بكر، ما أيوه يعني ما سبقش تمام. فيها لا الزواج ولا الارتباط ولا قراءة فاتحة ولا حتى خطوبة ولا أي شيء. كان في حياة والدها لما كان والدها عايش، الكلام ده في سنة ال 92، اتقدم ليها شاب يعني من جنسية في البلد اللي احنا عايشين فيها، دولة الكويت، وطبعا رفضناه. يعني البنت كانت صغيرة، كان وقتها عمرها 17 سنة 18 سنة، وكانت صغيرة، وهو كان متزوج وكان عايز يطلق، ووالدها رفض واحنا تمام. رفضنا وكده يعني. ايوه بس انه اليوم اللي جه اتقدم فيه لبنتي، كل الجيران شافوه وكل الجيران عرفوا، اصدقائنا والناس اللي حوالينا، واللي بقت تقول انا اذا بنتك مش عايزاه انا ابعته لاختي، واللي اذا بنتك مش عايزاه انا ابعته ما اعرفش لمين. ايوه المهم حضرتك، من سنة 93 لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضرتك، مفيش حد تقدم ليها نهائي يطلبها للزواج. ايوه البنت طلعت واشتغلت ومن شركة لشركة، ويعني احنا علاقتنا يعني الاجتماعية محدودة، يعني ملناش يعني مثلا قرايب كتير، ايوه ملناش معارف كتير، لكن انه البنت يعني البنت مش وحشة، يعني البنت الحمد لله ليها قبول ومتعلمة وجامعية، والحمد لله رب العالمين. ولا أزكيها على الله يعني، ولا أفضلها على أي بنت تانية. نعم بس حضرتك من سنة يعني من ساعة ما جه الشاب ده وراح ورفضناه والكل شافه، ومن وقتها لغاية اللحظة اللي بتكلم فيها مع حضرتك ما حدش يتقدمها للزواج نهائي. دي نقطة. أي النقطة الثانية، أنا ابني الكبير كانت زوجته جابت لبنتي عريس، ما كانش يعني لا جه ولا دخل البيت ولا أي حاجة، رفضوا أخوها لأنه مش مربي شنب، مش مربي دقن، مش مربي مربي لحية، لحية يعني. قال ده مش مربي لحية، مش مربي لحية على السنة. فهل ده صح؟ يعني هل ده أمر صحيح سليم يعني، ولا مش أمر سليم؟ طيب فأنا حبيت أخلاقه يعني كانت أسمع إيه يعني؟ الإجابة من الشيخ. نعم؟ أخلاقه إيه اللي كان متقدم يعني؟ اللي مش مربي لحيته ده؟ والله يا شيخ عصام، هو يعني وافد مصري بيشتغل محاسب، بيشتغل في نفس المدرسة اللي أنا بسأل عن مراتي أخلاقه بتشتغل مش عن شغله. فيه، وعلى خلق على خلق، بتقول على يعني. خلق يعني. حتى والله يا شيخ عصام، حتى ما دخلوا البيت يعني، حتى ولا نعرف عنه حاجة. أخلاقه طيب حميدة، أجاوبك إن شاء أخلاقه الله. غير حاضر. حميدة، يعني رفضوا كده. طيب يا محمد، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على اتصالك، وتقريبا وصلت وجهة نظر حضرتك والمشكلة كلها، وان شاء الله النقطتين دول تسمع اجابتهم من الشيخ عصام دلوقتي بإذن الله. النقطة الأولانية يا شيخنا، زي ما حضرتك شفت أو سمعت، بتقول من 93 لحد دلوقتي بعد ما تقدم لها أحد الشباب الكويتيين يعني كان عايز يتزوجها، فهم رفضوا لعلة إن الراجل متزوج وإن هو كان هيطلق زوجته الأولانية، فما حبوش إن هم يدخلوا أو يكونوا سبب في مشكلة. نعم، وبعد كده لحد النهارده لم يتقدم لها احد. نصبها نصبها، ما زي بنات عيله وعلى خلق وجمال، وما جالهاش نصبها. ايوه نصبها، اضافه لان في جزء اخر هي بتقول احنا مش اجتماعيين. هو طبيعي جزء بتقول دايرتهم محدوده يعني. الدايره المحدوده احيانا بيكون ده للاسف يعني، ما احنا في ناس وممكن يبقى غني وفلوس وبناته جمال، ما فيش زي كده، لكن محدود. فالناس ما بتبقاش عارفه هو متجوز، بناته متجوزين ولا لا. وبعدين ساعات الناس تتوقع، مش معقوله البنت اللي بالجمال ده والشهاده دي تكون مش متجوزه ايوه او مش مخطوبه. فعلى ما الناس بتبدا تسال، تكون مثلا سنها والله بقت 30 لا يعني، طب يبقى. فهو ده انطباعات الناس. ايوه فده جزء منها بيكون الاجتماعيات والحاجات دي والاسم والنصيب. تمام. السؤال الثاني، طبعا اخطا اخو البنت ان رفض خاطب جاي يخطب البنت لعلة انه مش ملتحي او لحيته مش على السنه، او مش يعني اللحيه في النهايه سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. يعني انت الاصل دين الشخص ده ايه؟ اخلاقه ايه؟ ايوه. وبعدين يا عم لما انت صاحب مبدا ودعوه، طب يا عم تعتبره مشروع دعوه بالنسبه لك يا سيدي، يخطب البنت وفتره الخطوبه، اتناقش معاه يمكن تقنعه بمبادئك اللي انت مقتنع بيها، بافكارك ايوه والاحكام الفقهيه اللي عندك، اللي هي اصلا موضع خلاف، موضع خلاف في هل ده حرام ولا لا؟ ايوه هي واجبة ولا لا؟ هي سنة.
نعم. ومن العلماء قال لا الواجبة والحلق حرام، ولا لا سنة والحلق مكروه، قراءة تنزيهية كمان. أي. طيب مسألة فيها خلاف يا سيد، ما فيهاش خلاف عندك، وراجل ابن حلال كويس، طب فترة الخطوبة فرصة، إنما لا ده ولا دخل البيت، كلامه خطأ مش صواب، يعني هذا تصرف غير صحيح، ومش أنت اللي قرر فيه، صاحبة الشأن اللي قرر. نعم. يعني ما بدأش بهذا الشكل، اترك مساحة لصاحبة الشأن. هل يجوز مثل هذه الحالات مثلا يا شيخنا ان الام او البنت نفسها تلجا لمواقع الزواج الشرعي مثلا، ان هي تضع بياناتها، الام تكلم جيرانها، ولا ده بيعتبروا الناس بقى لا اي شيء قله من البنت وبيقلل من شأنها؟ اي شيء اذا فعل في باب بشريطه الا يمس كرامه الناس ولا خصوصيات الناس ولا يجرح مشاعر الناس لا شيء فيه. سيدنا الرجل الصالح، وفي خلاف سيدنا شعيب ولا لا؟ أيوة. قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. نعم. اخطب لبنتك وتخطبش لابنك. أيوة. فده بس في الناس اللي تقدر. إنما أنا أجيب واحد قليل الأصل أقول له أجوزك بنتي، يقول لك يا عم ده بنتك كانت رماية وأنا خدتها. ده وقت الخلاف بيحصل. مزبوط. لما بتدي لبنتك لحد قليل الأصل وأنت كرمه ما بيصونش الجميل. ففي النهاية برضه مش هنبهدل بنات الناس. ايوه. وبرضه ما نحطش المشكله ان المشكله ممكن تكون حسد، زي ما هي نوهت ان بتقول مثلا لما جالها العريس ده. طيب. فالجيران بيقولوا طب هاتيه وانا ابعته لاختي، طب هاتيه وانا مش عارف اعمل ايه او كذا. خلاص ورفضوه ما خدوش. ليه؟ المهم احنا ما نعلقش بقى الموضوع على كده يعني. قله الدين من الناس. اللي علق الدين ما يصحش. تمام. ابص في حاجه غيري. لا. أيوة. تمدن عينيك. تمام يا شيخنا جزاكم الله خيرا. طيب.